حنا راه تحت ما يجي تزيد على الوطنيه ديالنا، حنا راه تنحبوا ملكنا واقع عباد الله، حنا راه مع الملك واحب من احب وكره من كره، حنا راه مع سيدنا ومع التعليمات ديال سيدنا ومع السيد الوالي ومع السيد القائد، وراه ما غادي يخسرونا مع السلطه. حنا راه وجهنا راه تنعطيو، حنا راه مستعدين نضحيو وليداتنا وبمالنا وبسميتو باش اننا هاد الوليدات وهاد البنيتات باش انهم يمارسوا حقهم في الرياضه وتلقاو البنات. تتفكر لنا على البنات بزاف د الحوايج. انت راه الاخوان الصحافه راه حاضرين على الكلام النبي اللي انا بعدا تنستحي باش انني نقولوا. تيقول البنات سيروا الكوزينه اجبركم بين الرياضه. من الناس المسؤولين لرئيس المقاطعه كيليز وانا النائب ديالو، لان اتصلت بهم وما تيجاوبونيش. اتصلت بهم في المره الاولى جاوبوني، المره الثانيه ما جاوبونيش. فول الهاتف ديال النقاد علاش؟ قال لك يمشيو يقابلوا الكوزينه. ها؟ يخرجوا يقولوا لنا علانية، يقولوا علانية ويصرحوا بها ونحتاجوا نمشوا في حالنا. حنا الفرقة الوحيدة في مراكش من بعد الكوكب اللي عندها ثلاثة ديال الفروع، واللي الفرقة الحمد لله اللي تنشرفوا مدينة مراكش وتنشرفوا المدينة ديالنا وتنشرفوا الجهة وتلعبوا في القسم الممتاز بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث تلعبوا في القسم الشرفي ديال عصبة الجنوب اللي تحت اللواء الجامعة الملكية. حنا اليوم جينا تنتحتجوا على هذا الاجتهاد اللي تنعانيوا منه، ماشي في الكرة النسوية لا في كرة القدم الذكور ولا في النسوية، من بداية الموسم وأشبال حيل محمد يعاني في هذا الملعب ديال حيل محمد. واش مقصودة ولا ما مقصودش أنا ما تندخلش في النوايا، ولكن كاين واحد القضية اللي هي أن الحساس اللي ما تنعرفوش حنا واش هو حساس ولا ممثل السلطة ولا مدير الملعب، لأن هذا السيد هذا جميع الاتحاد هذا الملعب هذا تيدير هو بحال ديالو. هادشي بغيت نعرف أنايا، واش هذا الملعب ديالو؟ إلا ديالو مكتوب سميتو يقول لنا نمشيو فيه على تنمشيو ترينو في التراب. بالله عليك دابا أنت عندك حصة واحدة نهار الجمعة تترينو نهار الجمعة وتنجيو تلقاو المشاكل هنا وتلقاو العراقيل وتلقاو البنات. تتفكر لنا على البنات بزاف د الحوايج. انت راه الاخوان الصحافه راه حاضرين على الكلام النبي اللي انا بعدا تنستحي باش انني نقولوا. تيقول البنات سيروا الكوزينه اجبركم بين الرياضه. بالله عليك دابا سيدنا عطي واحد الاهميه للرياضه النسويه والجامعه الملكيه، عطي واحد الكره النسويه والفيفا والناس كلها تجري في الكره النسويه، وتنجيو تنتفاجئوا باننا حنا تنجيو تنعانيو الاقصاء هنايا. بالله عليك دابا هاد البنات هادو واش عندهم الحق في الرياضه ولا ما عندهمش؟ الا ما عندهمش الحق في الرياضه يقولوا لنا نمشيو في حالتنا. الا ما عندهمش الحق في الرياضه هاد البنات، واش الرياضه للجميع؟ الا كانت الرياضه للجميع راه الرياضه فيها الذكور فيها النساء. كانت الرياضه للذكور يقولوا لنا، نقولوا هاد البنات هادو يمشيو في حالتهم، يمشي كما قال لنا سي العساس يمشيو يقابلوا الكوزينه ديالهم، غادي يمشيو يقابلوا الكوزينه وغادي يمشيو لهذاك الشيء اللي ما بينا حنا واللي حنا تنتعلموا باش نذكروه، غادي يمشيو ليه. وكل واحد غادي يتحمل المسؤوليه ديالو، كل واحد غادي يجازي الله على فعله. حنا الا ما بغوش الرياضه، يقولها لنا. وتصور دابا حنا بالله عليك ان الاشبال حيل محمدي فرع الذكور عندنا جوج حصات في الاسبوع، وتنمثلوا مراكش على الصعيد الجهوي، تنترينيو الثلاث والاربع، وتنمشيو الخميس والجمعه تنترينيو في التراب. وتصور الملعب هو كاين هنا والحصص خاويين، واش هذا حق ولا بطل؟ بالله عليك دابا انت هاد البنيتات هادو تيجيو حصه في السيمانه، ها؟ تيجيو حصه في السيمانه وفي الاخر تيجيو تلقاو المشاكل، ها؟ واش هادشي عيب ولا واش حنا تنديرو شي حاجه خايبه؟ إلا كنا تنديرو حنا شي حاجه خايبه يقولها لنا. هادشي راه ما جرات، راه نقول لك واحد القضيه اخويا والله ما وصلناكم هنا حتى بنا تفرقعوا، واش حنا بين ما عندنا المسائل الماديه؟ تصور الفريق دابا تيدابز باش يوجد لهم الظروف الملائمه كما تتشوف الاخ ديالي، انت مسجل لهم حنا السرفيتات، مسجل لهم اللباس ديالهم، الدعم اللوجستيكي الحمد لله هو موفرينو ليهم. ماش بنقول لك تنجيو تندبزوا هنايا تتقسموا هنايا، واش حنا تنديروا شي حاجه خايبه؟ الا تنديروا شي حاجه خايبه يقولها لنا، الا ما بغوش الرياضه يقولها لنا. واحد القضيه واحد الالتفات الله يجازيك بخير، انا بغيتي نفهم واش باختصار الله يحفظك، واش الملاعب ديال البريفي، واش الذكور هذوك الوليدات الصغار واش حلال عليهم، والوليدات ديال الطبقه الكادحه واش حرام عليهم؟ تتلقى ملي تتلقى الملاعب ديال القرب ديال البريفي المدارس الكرويه خدامين، وتنجيو حنا الملاعب ديال ديال ديال
ديال الجامعه وديال وزاره الشباب والرياضه مغلوقين عندنا. راه كاينه الطبقيه، حنا الطبقيه ما بغيناش نحسوها. راه كاينين الناس المعلم، كاينين الوليدات اللي حوالي لهم عينيهم، كاينين الوليدات اللي تعقدوا، كاينين الوليدات اللي تهزموا نفسيا ملي تيشوف واحد الوليد تيتريني وتياخذ الحصص ديالو في الملاعب القرب ديال البريفي المعده عندهم والملاعب ديال الجامعه، الملاعب ديال الجامعه سدين عليهم سدين التيرانات. الله يجازيكم بخير. تنطلب السيد الوالي انه يشوف في هذا الموضوع هذا. وحنا الحمد لله حنا راه شوف حنا راه تحت ما تزيد على الوطنيه ديالنا، حنا راه تنحبوا ملكنا واقع عباد الله، حنا راه مع الملك واحب من احب وكره من كره، حنا راه مع سيدنا ومع التعليمات ديال سيدنا ومع السيد الوالي ومع السيد القائد، وراه ما غادي يخسرونا مع السلطه. حنا راه وجهنا راه تنعطيو، حنا راه مستعدين نضحي بوليداتنا وبمالنا وبسميتو باش اننا هاد الوليدات وهاد البنيتات باش انهم يمارسوا حقهم في الرياضه. وشكرا اخويا، شكرا اخويا وجزاك الله خير. شكرا المغارب اليوز على المسانده ديالكم لينا. كيف شتي اليوم انتم جيتوا لقيتونا ممنوعين من التيران ديالنا؟ الناس المسؤولين اتصلنا بهم حاليا، عندنا حصه ديال البنيتات تجاونا اللي هما تحت لواء العصبه في الجنوب كره القدم تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه. واذا به اليوم ماشي اليوم، هذه مده حنا تنضطهدوا من المدير، ما عرفتش واش المدير واش عرفتوا الحارس ديال الملعب ديما تنضطهدنا وتيمنعنا الحقوق ديالنا. هادو البيات ديالنا اليوم هما تمنعوا، ما عرفتش انا واش السبب. حتى اي جواب يجاوبني بيت الجواب من الناس المسؤولين، لا رئيس المقاطعه تكيليز ولا النائب ديالو، لان اتصلت بهم وما تيجاوبونيش. اتصلت بهم في المره الاولى جاوبوني، والمره الثانيه ما جاوبونيش. طفوا الهاتف ديال النقاط، علاش؟ مالو ما يجوش اليوم يساندونا وشوفوا السبب ديال هاد البيوت. عاش ما باش يخليهم يدخلوا في الاخر تيجيبوا يخصمونا مع السلطه. حنا راه مع السلطه قلبا وقالبا، قلبا وقالبا مع سيدنا الله ينصر. وفين الرساله الملكيه؟ فين الرساله ديال سيدنا؟ ها؟ سيدنا ترفع من الشان ديال المراه، ها؟ وتحط المراه في بلاصه في المستويات اللي هما تيشرفوا بلادنا، ها؟ حنا راه خدامين مع سيدنا، خدامين مع بلادنا. هاي تنأطروا، تنأطروا هاد الوليدات منخرطين بوريقاتهم رسميين. واش بغاونا نحطوا الصور تمشيو فحالنا؟ انا بغيت السير قجع اللي هو رئيس الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم يجي يشوف هاد المهزله هادي اللي وقعت لنا، وقع لنا هادي شهر ولا شهرين. وهادشي اللي في هاد الملعب، الملعب كلهم ديال مراكش. حشومه هادشي، حشومه هادشي، حشومه. فينا دابا بغينا نشوفوا فينا الرساله الملكيه، ما داروش بها كاع بتاتا. ها؟ واش حنا ما بغاوش هاد البنات يلعبوا؟ قالك ما بغاوش يلعبوا، راه قالوا لنا قالك يمشيو يقابلوا الكوزينه، ها؟ ويخرجوا يقولوا لنا علانية، يقولوا علانية ويصرحوا بها ونحطوها تمشي في حالنا. وشكرا على هذه المسانده ديالكم، شكرا.